ثقافة الاعتراف، مساء المحبة أيضا. نلتقي الليلة وهذه الأمسية لنكرم رجلا كبيرا قيمة وقامة، الأستاذ خالد زوا. هذا حدث كبير وحدث تصادف الخطاب الملكي السامي اللي تنتظروه بشغف، وبهذه المناسبة تنطلبوا تنتمنوا لسيدنا الشفاء العاجل. تنشكر الهامات والقامات الجمعويه والرياضيه والثقافيه والفنيه وكذلك رجال الاعلام اللي حجوا واللي حضروا. وهذه مناسبه بعدا باش اننا نجددوا اللقاء مع الاخوان الجمعويين اللي كانوا حاضرين بالقوه وبالفعل في جائحه كورونا وفي جميع المشاكل التي تلامس مدينه القنيطره. انا فرحان كبير، وهذا التتويج هو تتويج للجميع. وبهذه المناسبه تنقول الاخوان امنوا بالقضيه الوطنيه ديالكم، امنوا بالعمل التضامني العمل الجمعوي. التكريم تنقول هو تكريم ديال الاعلاميين باعتبار اني اعلامي، وكذلك الجمعوي والجمعويين كاملين. والحمد لله تنتمنى الخير لهذه البلاد والشفاء العاجل ديال صاحب الجلاله. وتنشكر بالمناسبه ديال العالم 24 في شخص رئيسها والمدير العام ديالها السي رضوان، اللي تنقول له استراحته المستحقه الان يتواجد في مدينه طنجه. والسلام عليكم ورحمه الله. احنا في هذه المناسبه كنحتفل فيه وكنكرم واحد من ابناء مدينه القنيطره البررة، سي خالد إزوار. سي خالد إزوار ووجه من المجتمع المدني، قدم عدة خدمات منها هذا المركز اللي كان تواجدوا فيه، أنه باش ترى هذا من خصك تكون رجل كفء وكفء جدا. ماشي من السهل أنك اليوم في التكريم تجمع بزاف ديال الشرائح، كاين هنا كاين الفنانة، كاين الرياضيين، كاين الدكاترة، كاين المهندسين، وهذا كله ما كيتجمع إلا على شخص واحد اللي كيكون من الطينة ديال السي خالد إزوار. سناء بالخوم، محامية فاعلة في العمل الاجتماعي والثقافي والحقوقي بمدينة القنيطرة، رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع بجامعة القنيطرة، وأيضا رئيسة مجموعة جمعيات فاعلة في المجتمع المدني. حضرت اليوم كمشاركة كشاعرة، ولكي أقول كلمتي اليوم في هذا الرجل الذي يؤمن بثقافة حقوق الإنسان، هذه الثقافة الرصينة التي تختزل كل هذا اللقاء والفعاليات المجتمع المدني التي حضرت اليوم بقوة من أجل كلمة تقدير وتكريم، باعتبار أن التكريم دائما وهو قيمة إنسانية رفيعة تعتني بالتسامح، تعتني بالقيم الإنسانية الراقية والأنيقة، والتي يجب أن تظل راسخة في المجتمع المغربي، وخصوصا الاعتراف بالعمل الآخر بمجهود الآخر في هذا المجتمع. شكرا لكم على هذا التسجيل الطيب الذي يعتني أيضا بالمرأة ويسلط الضوء على وجود المرأة الحاضرة اليوم في هذا اللقاء. معكم إلياس قراري، نتكلم لكم على خالد مزوار. خالد مزوار شغنقول لكم المناضل الشهم، أنا كنعتبره الأب الروحي ديالي في قنيطرة صراحة. كيعاوننا بزاف ديال النصائح ديالو، بزاف ديال المواقف ديالو كتثبت الشخصية ديالو اللي صراحة شخصية قوية ورجل عصامي. كنتمنى له مسيرة موفقة في العمل الجمعوي ديالو، وتحية لكم، تنشكركم بزاف.